الآن لمزيد من المعلومات الميدانية يحدثني من أمام مستشفى الشفاء في غزة مراسل الحدث خضر الزعنون، وأيضا من رفح جنوب قطاع غزة مراسل الحدث محمد عوض. تحية طيبة، أهلا بكما. اسمحوا لي أن أبدأ من أمام مستشفى الشفاء، هذا المستشفى الذي ما زال يعاني العودة إلى قدرته الاستيعابية. خضر، رصدت لنا كل التطورات، ما هي آخرها في هذه اللحظات؟ آخرها في هذه اللحظات، لا زالت الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية تتمركز في ميدان فلسطين المعروف بالساحة، وعلى مقربة جدا من البوابة الغربية لمستشفى المعمداني. نسمع أصوات الانفجارات من خلفك خضر، هذا الانفجار الضخم وهو قريب جدا في حي الرمال، في حي الرمال إلى الغرب من مدينة غزة، وعلى مقربة جدا من مجمع الشفاء الطبي، حيث هذه الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي. الغارات الإسرائيلية لم تتوقف طوال ساعات هذا اليوم على المناطق هنا في أحياء مختلفة من مدينة غزة، وأيضا في المناطق الشمالية من قطاع غزة، وتحديدا في مخيم جباليا وأيضا بلدة بيت لاهيا إلى الشمال من القطاع. ولكن الآليات العسكرية الإسرائيلية في مخيم جباليا وتحديدا في مستشفى كمال عدوان تراجعت الآليات العسكرية الإسرائيلية، كما أيضا تراجعت من منطقة الصفطاوي إلى آخر شارع الجلاء إلى الشمال من مدينة غزة. كل ذلك أيضا يأتي زميلي فيما يتعلق بالأحداث الجارية في حي الشجاعية وحي الزيتون، هذين الحيين تتوغل بهما الآليات العسكرية الإسرائيلية، وتقوم أيضا الدبابات بقصف مدفعي عنيف ويصل إلى منطقة البلدة القديمة من مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وأيضا المصابين في تلك المناطق الشرقية من مدينة غزة. وتم نقل أعداد من هؤلاء الضحايا وأيضا المصابين إلى مستشفى الشفاء وإلى مستشفى المعمداني. كل ذلك أيضا يترافق مع اشتباكات وأيضا معارك يخوضها المقاومون الفلسطينيون مع الجيش الإسرائيلي الذي يتوغل في المناطق الشرقية من مدينة غزة وأيضا المناطق الشمالية، وتحديدا في حيي النصر وحي الشيخ رضوان في تلك المناطق الشمالية من مدينة غزة. هذا أيضا يترافق مع اشتباكات في منطقة بلدة بيت حانون أقصى الشمال من قطاع غزة، حيث يواجه المقاومون الجيش الإسرائيلي ويوقعون خسائر سواء في صفوف الجيش الإسرائيلي أو الآليات العسكرية التي تتوغل في تلك المناطق. مباشرة إلى جنوب القطاع من رفح يحدثنا محمد عوض. محمد، أراك تتابع كل التطورات من عندك، نبدأ من التطورات جنوب قطاع غزة بداية، تفضل محمد. نعم، قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي قبل قليل منزلا إلى الشرق من محافظة رفح جنوب قطاع غزة، فيما تواصل المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق الحدودية والمناطق القريبة من مدينة خان يونس، والتي تشهد في هذه اللحظات اشتباكات عنيفة بين مقاتلين من حركة حماس والجيش الإسرائيلي. نستمع إلى صوت الانفجارات التي يعني يكون مردها هذه الاشتباكات العنيفة والتي تدور في المنطقة القريبة من بيت قائد حركة حماس يحيى السنوار، وتحديدا شارع 5 إلى الشمال من مدينة خان يونس. هذه المنطقة تشهد اشتباكات ضارية في هذه اللحظات بعد أن توقفت هذه الاشتباكات صباح هذا اليوم. قبل قليل القسام أعلن مسؤولياته عن استهداف دبابة مركبة في المنطقة التي أتحدث عنها، وهي في المنطقة جغرافيا تقع في الشمال الغربي من مدينة خان يونس. هذه المنطقة التي شق الجيش الإسرائيلي طريقه للوصول إلى وسط مدينة خان يونس، تحديدا منطقة بلدية خان يونس والمناطق الشرقية إلى خان يونس. هذه المناطق أيضا تشهد هي الأخرى قصفا عنيفا من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تواصل قصفها لتلك المناطق. نشاهد من مدينة رفح أعمدة الدخان التي تتصاعد بفعل هذه الاشتباكات وبفعل القصف الإسرائيلي المتواصل على تلك المنطقة.